بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سوف نتحدث عن درس لو باسي ريسون أو الماضي الحديث، وهنا أولا سوف نعطي تعريفا لهذا الزمن. لو باسي ريسون sert à exprimer un fait qui s'est passé juste avant le moment où l'on parle. هنا الماضي الحديث يستعمل للتعبير عن حدث وقع فقط قبل اللحظة التي نحن بصدد التحدث فيها، يعني هنا حدث مر قبل لحظات أو قبل ثوان، هنا يسمى le passé récent أو الماضي الحديث. Règle قاعدة le passé récent، هنا نحتاج le verbe venir au présent de l'indicatif. هنا نصرف le verbe venir وهو un verbe du troisième groupe أو فعل ينتمي إلى الفئة الثالثة، زائد de أو de apostrophe. هنا de apostrophe هي de فقط، نحذف e الخاصة بالd ونضع مكانها apostrophe لأنها سوف تلتقي ب une voyelle أو حركة للفعل الموالي، لذلك لا يمكن أن تلتقي لدينا حركتان، زائد l'infinitif du verbe أو الفعل يبقى في l'infinitif أو مصدره، يعني لا يصرف سواء كان verbe du premier groupe أو deuxième groupe أو troisième groupe. إذن قلنا على أننا نحتاج إلى le verbe venir au présent de l'indicatif أو تصريف le verbe venir إلى الحاضر، هنا سوف نصرفه إلى جميع الضمائر لأننا سوف نحتاجه في جميع الضمائر، نقول مثلا je viens, tu viens, il أو elle vient, nous venons, vous venez, il avec s أو elle avec s نقول vienne. إذن في الخطوة الثالثة سوف نعطي أمثلة للو باسي ريسون بجميع أو باستخدام جميع الضمائر، نقول مثلا je viens de manger أو نقول أكلت للتو. هنا je viens استخدمنا le verbe venir وصرفناه إلى le présent زائد de كما سبق وأشرنا، ثم le verbe manger يبقى في مصدره أو l'infinitif ولا يتصرف. كذلك نقول tu viens de finir ton travail، هنا tu viens هو le verbe venir زائد de كما سبق وأشرنا، ثم le verbe finir لا يتصرف ويبقى في مصدره. ton travail هذا c'est un complément، نقول أنهيت للتو عملك، يعني هنا بعد يعني قبل لحظة قد أنهيت عملك، كما سبق وأشرنا على أنه ماض حديث، يعني سبق ويعني مر هذه أو مرت هذه اللحظة قبل ثوان أو قبل لحظات. نقول كذلك il أو elle vient d'aller à l'école، هنا استخدمنا عفوا il vient هنا le verbe venir زائد de apostrophe لأن أصلها de ولكن التقت ب A الخاصة ب le verbe aller، لذلك عوضناها ب apostrophe وهنا أنهينا الجملة، يعني هنا نقول وصلت أو ذهبت للتو إلى المدرسة. نقول كذلك nous venons de préparer le repas، هنا كذلك le verbe venir صرفناه إلى الضمير nous زائد de زائد le verbe préparer لا يتغير أو لا يتصرف، و أتممنا الجملة أو نقول يعني هنا حضرتم الوجبة للتو، أو نقول هنا venez d'apprendre cette leçon. كذلك هنا le verbe venir صرفناه إلى الحاضر أو le présent مع الضمير vous، كذلك هنا de apostrophe لأنها التقت ب a الخاصة ب le verbe apprendre. le verbe apprendre كذلك بقي في مصدره، وهنا cette leçon هنا تكملت الجملة، أو نقول فهمتم للتو هذا الدرس. وفي الأخير نقول il أو elle vient d'arriver à la gare، هنا le verbe venir زائد de apostrophe كذلك التقت ب
une voyelle الخاصة بالو فيرب arriver و à la gare c'est un complément هنا نقول وصلتم أو وصلنا أو هم وصلوا إلى المحطة للتو إذن هذا كل ما لدينا في هذا الدرس شكرا على حسن متابعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة